فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجوز توكيل الجمعية الخيرية التي تكون في بلاد الكفر لكي تقوم بإيصال الزكاة إلى مصارفها؟ توكيل الجمعية كذا، من هي الجمعية؟ من وكلت؟ لازم الوكيل يعين فلان. إذا وكلت شخصا معينا تثق به فلا بأس، أما توكل الجمعية هذا وكالة عائمة ما تحددت. نعم.